باسم الاب والابن والروح القدس الى الواحد امين. تحل نعمته لابد الابدين وظهر الظهرين امين. في البدايه كل سنه وانتم طيبين بنهضه الشهيد العظيم ماري جرجس. طبعا الشهيد العظيم ماري جرجس مش ليه محبه في قلوب كنيسه ماري جرجس ابو طاقيه بس، لا ده شفيع قوي جدا، نسميه امير الشهداء ونسميه سريع الندهة. والحقيقه كل الشعب القبطي تقريبا بيتشفع بماري جرجس، وليه ماري جرجس ليه محبة كبيرة في قلبه. من القديسين اللي كنائس كثيرة جدا على اسم ماري جرجس والشعب القبطي يتشفع بيها. احنا هنا مثلا في شبرا، في عندنا في شبرا الجنوبية في ثلاث كنائس لكنيسة ماري جرجس على اسم ماري جرجس، وفي شبرا الشمالية في حوالي ثلاث كنائس على اسم الشهيد العظيم ماري جرجس. فإذا كنائس كتيرة جدا، ده يعكس محبة الشعب القبطي الأصيل الإيمان للشهداء، إيمان الشهداء ومحبتهم للشهداء والشهيد العظيم ماري جرجس. طبعا بحب أشكر أباء الكنيسة على محبتهم، وأشكر سيدنا أنبا أنجيلوس لأنه ده أخويا الكبير، وهو يعتبر هو اللي علمني في الدير ومحبته كبيرة جدا وانا بحسدكم عليه. الحاجة التانية، احنا موضوعنا النهاردة عن الرجاء، عن الرجاء، وكثيرا ما نحتاج الى رجاء. الشخص المسيحي بدون رجاء يبقى شخص ضعيف روحيا. الانسان الروحي هو الانسان الذي يحمل الرجاء. القديس معلمنا بولس الرسول يقول لنا خلي بالكوا في ثلاث فضائل عظمى في المسيحية. يقول اول فضيلة هي الايمان، وبعدين يقول الرجاء، وبعدين المحبة، وبيقول اعظمهن المحبة. وبعدين ناخدهم واحدة واحدة. الايمان لما نيجي نعرفه، الايمان الذي عاشته الكنيسة 21 قرن، ايمان الكنيسة القبطية، ايمان الكنيسة الكنسي، نلاقي انه ايمان قوي جدا. الايمان لما عرفه لنا الكتاب المقدس في رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الى العبرانيين قال كده، الايمان هو الثقة بما يرجى. يبقى اذا لازم يبقى في رجاء، في امل. عندنا رجاء، رجاءنا في مين؟ رجاءنا في المسيح. فيقول الثقة بما يرجى. طب ايه اللي يرجى؟ احنا بنترجى ايه؟ يقول له داود النبي، يقول له طلبت وجهك يا رب. ووجهك يا رب ايه؟ التمس، انا عايز وجه ربنا، انا عايز العشرة مع ربنا. الثقة بما يرجى، الثقة بقوة الله، الثقة بان الله ضابط الكل، الثقة ان الله يحمي الانسان الروحي يحفظه. يقول نقشتكم على ايه؟ على كفي. ثقة، عندي ثقة، ثقة بوعود الله، ثقة بقدرة الله، ان الله هو ضابط الكل. مفيش حاجة تقدر تأذي الانسان روحيا ولا تأذيه الا بسماح من الله. يقول شعر من رؤوسكم لا ايه؟ لا تسقط، بصبركم تقتنون انفسكم. ثقة فان الله ضابط الكل، يحمي الكنيسة. شوفوا الكنيسة وعصر الشهداء، عصر طويل جدا، من اول ما السيد المسيح كان بيكرز بملكوت السماوات، اليهود اضطهدوه والرومان اضطهدوه وصلبوه، وبعدين عاشت الكنيسة سلسلة من الاضطهادات حتى في كنيسة الرسل. يقول كده ان الرسل جلدوا فخرجوا فرحين. فرحين ليه؟ اصل عندهم ايمان، والايمان ده ايه؟ ايمان مملوء بالرجاء. خرجوا فرحين لانهم غير مستاهلين ان ايه؟ يهانوا من اجل اسمه، خدوا كرامه عظيمه. عندهم ثقه ان الله هو ضابط الكل. في ايه جميله جدا يعلمها لنا الكتاب المقدس، يقول عن قوه الله وان الله يحمي الكنيسة. يقول كده كل آلة صورت ضدك لا إيه؟ لا تنجح. كل آلة
صورت ضدك لتنجح، وكل لسان يقوم عليك ايه تحكمين عليه. ثقة بأن الله ضابط الكل، لا يترك الأمور تمر هباء، لا يترك الكنيسة بلا حماية. ليه؟ أصل هو رأس الكنيسة. رجائنا في المسيح، الكنيسة تضع ثقتها ورجائها كله في المسيح. نقول له في أوشية الإنجيل، نقول له لأن أنت هو إيه قيامتنا كلنا وحياتنا كلنا. أنت حياة الكنيسة وإيمان الكنيسة وقيامة الكنيسة، هو ده الرجاء الذي نعيش عليه كمؤمنين. رجائنا في المسيح، الرجاء الثقة بما يرجى، الرجاء في محبة الله، محبته لكل البشر. يقول الكتاب المقدس هذا المفهوم، يقول كده في معلمنا القديس بولس الرسول في رسالته لأهل روميا، يقول ونحن بعض خطاه مات المسيح لأجلنا. أي محبة! هكذا أحب الله العالم حتى لا يهلك كل من يؤمن به. ثقة بالمحبة، ثقة بوعود الله، ثقة بحماية الله، ثقة برعاية الله. الإيمان هو الثقة بما يرجى. ربنا ادانا وعود كتير جدا، مش هو قال أنا ذاهب لأعد لكم مكان؟ ده وعد، احنا مش شايفين المكان. عشان كده يكمل الآية ويقول والإقام بأمور لا ترى. أنا مش شايف المكان، لكن أنا عايشه على الأرض، أنا عايشه في حياتي الكنسية، وعايشه في حياتي في المسيح يسوع، عايشه في الكنيسة. هو الإقام بأمور لا ترى. صحيح مش شايفين السماء، لكن احنا شايفين المسيح بعين الإيمان وعين الرجاء. دي عين مفتوحة ترى المسيح. طوبى لأعينكم لأنها ايه؟ تبصر. تبصر ازاي؟ تبصر بعين الايمان، تبصر بعين الرجاء. في رجاء قوي وفي ايمان قوي. انا شايف ان الطريق صعب جدا، وبعدين يقول اجتهدوا، الكتاب المقدس يقول اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق. اجتهدوا يعني لازم يبقى فيه جهاد. الله جهاد لايه؟ ادخل من الباب الضيق. اصل الباب الضيق هيؤدي الى حياة الابدية، يبقى هو ده الرجاء. فرجائنا في الحياة الابدية، ده ايمان الكنيسة من العصر الرسول الاول. عشان كده في آية قيلت عن الشهداء في منتهى الرجاء، يقول ايه؟ يقول الشهداء ليه استحملوا كل الاضطهادات والألمات والضيقات كل ده؟ يقول عنهم الكتاب المقدس في رسالة معلمنا القديس بولس الرسول في رسالته للعبرانيين، يقول عذبوا ولم يقبلوا النجاة. في حسابات كتيرة، عذبوا ولم يقبلوا النجاة، يعني حتى النجاة من عذاباتهم وألمهم واضطهاداتهم لم يقبلوها. طب والسبب؟ اصل كان عندهم رجاء قوي، لانهم كانوا ينظرون الى قيامة ايه؟ قيامة افضل. عارفين ان الجسم هيموت، وهذا الجسم جسم ترابي، والحياة هتنتهي، لكن في بعد بنسميه بعد اخروي. يعني ايه بعد اخروي؟ بعد للحياة الابدية. في نافذة الكنيسة تفتح لنا كده على الحياة الابدية. هو ده الرجاء، هو ده الرجاء القوي، في بعد للحياة الأبدية. فكل عمل أعمله هنا أنا بقول هذا العمل هيوصلني للحياة الأبدية ولا لا؟ هيعطينا رجاء في الحياة الأبدية. هو رجائي ليست في هذه الأرض، ولكن في المدينة التي لها الأساسات العظيمة التي صنعها وبارئها هو الله. كل الاضطهادات وكل الألمات وكل الضيقات كان يتحملها المؤمنون بصبر وشكر ورجاء قوي. إذن الرجاء يحتاج إلى إيمان قوي، والإيمان القوي هو رجاء قوي، يولد الرجاء. لما أنا أترجى اسم ربنا وأقول له يا رب طلبت وجهك يا رب، ووجهك يا رب ألتمس، يبقى إذن الرجاء ده سيعطيني عشرة مع الله، والعشرة ستعطيني إيه؟ ستعطيني محبة،
والمحبة هي كمال الحياة المسيحية. أعظم شيء وأعظمهن المحبة، لما يبقى في عندي كل ثقتي وكل رجائي في ربنا. الإنسان لما يضعف رجائي يقول كده مع أرميا في مراسي أرميا، يقول باد إقنومي ورجائي من الرب. لكن الإنسان القوي روحيا هو اللي يقول إيه؟ يقول له إن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن. أنا مطمئن جدا، أصل أنا تأملت الرب أمامي فهو عن يميني لكي لا أتزعزع. كل شوية أبص ألاقي مين؟ ألاقي ربنا في حياتي. كل شخص بيضيع منه الرجاء ما بيبصش ربنا في حياته. أخطر حاجة الشيطان يحارب بيها النفس البشرية انه يعمل ايه؟ يقطع الرجاء. يقطع الرجاء، الرجاء يبقى مقطوع، هي دي مشكلة. فيعمل ايه؟ فيبتدي يوقعه في اليأس، ويبتدي يخليه يبعد يبعد يبعد، واحيانا يعطيه مفاهيم غير صحيحة عن الله، يحسسه ان ربنا ده انسان ديان عادل بس. عارفين زي مين؟ زي الشخص اللي خد الوزنة ومعرفش يربح بيها، فقال له عرفت انك انسان قاسي تحصد حيث لم تزرع. فبقي صورة غير واضحة عن ربنا. كل الحكاية ان الشيطان يحاول يصور للانسان صورة غير حقيقية، فبدل ما الانسان يبقى عنده رجاء ربنا فينقطع هذا الرجاء. وطالما انقطع هذا الرجاء انقطعت العشرة مع ربنا وانقطعت العلاقة، فلم يعد يرى الله. مش قادر اشوف ربنا في حياتي، اصل الرجاء انقطع. الكنيسة تعلمنا دائما الرجاء في كل تعليم وفي كل وصية وحتى في كل قداس. نقول له في أوشية المرضى، نقول له للمتضايقين والذين في السبي والذين في المطابق وكل المقبوض عليهم. الله كل دي ضيقات 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 ضيقات، وبعدين في الاخر تقول له ايه؟ تقول له لان انت رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزاء صغير القلوب وميناء الذين في ايه؟ في العاصف. اذا رجاء قوي. الانسان المسيحي هو انسان يحمل الرجاء. اصل الرجاء يعطي ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية يعطي فرح. القديس بولس الرسول يتكلم في رسالته لاهل فيليبي عن الفرح، فرح حقيقي، فرح لا يستطيع احد ان ينزع فرحكم من ايه؟ منكم. محدش يقدر ياخد الفرح ده ابدا. ليه؟ اصل ده فرح الهي. يقول عن الفرح السماوي، يقول ففرحوا التلاميذ اذ رأوا ايه؟ اذ رأوا الرب. كل ما الانسان يشوف ايد ربنا يعمل ايه؟ يفرح، فالرجاء يزداد ويكبر ويكبر. كل ما الانسان يبقى عنده رجاء في ربنا يبقى فيه فرح. عشان كده معلمنا القديس بولس الرسول يقول ايه؟ فرحين في ايه؟ في الرجاء. الرجاء يعطي السلام، الطمأنينة. انسان مطمئن، يقول داود النبي يقول له اذا قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. في طمأنينة، اصل في سلام. هو صدق وعود ربنا ومسك في الكلمة ومسك في الوعد ومسك في محبة ربنا، وقال له يا رب انت قلت ايه؟ انت قلت سلامي اترك لكم. سلامي انا ايه؟ انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم. طالما ليس كما يعطي العالم انت ستعطيني سلام. لا يستطيع التجربة ولا يستطيع الالم ولا يستطيع ابليس ان ينزع هذا السلام من داخلي. اصل سلام يملأ القلب والفكر والعقل. سلام داخلي مش سلام خارجي. انا ما بفرحش شوية بمراكز ولا بلذة وقتية ولا بماء. يقول لك كده من يشرب من هذا الماء يعطش احيانا. يبقى واحد يضع ثقته في المركز، واحد يضع ثقته في المال، واحد يضع ثقته في اشياء كثيرة، في اللذة وفي المنصب، وبعدين لم يضع ثقته في مين؟ في الرب. فاي تجربة تهزه، اي ضيقة تهزه، فيسقط
سريعا، لكن الانسان الذي وضع ثقته في الرب فيقول له خلاص يا رب انا عندي ثقة، ان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. داود النبي يقول عبارة جميلة جدا في مزمور الساكن في ستر العلي، يقول ايه؟ يقول لانه تعلق بي فايه؟ فانجيه. النجاة جاية لانه تعلق بي فانجيه، ارفعه لانه عرف اسمي. انا عندي رجاء قوي، رجاء قوي في المسيح يسوع. يقول له داود النبي قوتي وتسبيحي هو ايه؟ هو الرب وقد صار لي خلاصا. مش احنا بنركز كده في اسبوع الالام؟ يبقى المسيح بيتألم وعلى الصليب ونقول له قوتي وتسبيحي هو الرب وقد صار لي خلاصا. في رجاء، في رجاء في الخلاص، في رجاء في قوة ربنا، في رجاء في عطف الله. الحاجة الثالثة اللي تديها الرجاء هي احتمال التجربة بشكر واحتمال الألم. احتمال الألم، الإنسان لما يبقى عنده صبر يبقى عنده رجاء، عنده احتمال يبقى عنده ايه؟ عنده رجاء قوي. شوفوا داود النبي يقول عبارة جميلة جدا، يقول ايه؟ يقول عند كثرة همومي بداخلي تعزياتك تلذذ نفسي. هو ايه اللي حصل؟ الهموم كانت ايه؟ بالخارج، ولكن في الداخل لا يوجد الا ايه؟ الا تعزيات الله. كل الالم وكل الضيقة كله يهون. عشان كده القديس بولس الرسول يقول كل الاشياء تعمل معا للخير، بس للايه؟ للذين يحبون اسم الرب، للناس اللي عندهم رجاء في ربنا وعندهم احتمال وعندهم قوة. طبعا الرجاء يحتاج الى ايمان، ويحتاج الى صبر، يحتاج ان الانسان يقول كده كل شيء مستطاع لدى الله، كل شيء مستطاع عند ربنا. القديس الانبا موسى الاسود وده قديس البراموس العظيم، القديس الانبا موسى الاسود في بداية حياته الرهبانية فضل يتعب نفسه باصوام واصهار، وبعدين الشياطين تفضل تحاربه، وبعدين راح لاب اعترافه 11 مرة في يوم واحد. فاب اعترافه كان راجل محنك بالحرب الروحية، قال له كف عن محاربة الشياطين فيكفوا عن قتالك. اوعى تفتكر ان بقوتك ومجهودك بس تقدر تنتصر على الشياطين، خلي عندك رجاء وثقة ان الله هو الذي يعطيك الانتصار. عشان كده بعد كل ده القديس انبا موسى خرج لنا قول جميل جدا، يقول ايه؟ يقول الجأ بنفسك الى الله فايه؟ فتستريح. انت لا تستطيع ان تحصل على الراحة الا من خلال ايه؟ الا من خلال رجائك وثقتك ووعودك في المسيح، ووعود المسيح وحياتك في المسيح. السيد المسيح يقول نفس هذا المفهوم، يقول ده انا بديكوا رجاء، كل كلمات الكتاب المقدس كلها تعطي رجاء. يقول له لا تخف ايها القطيع الصغير، ما تخافش، انت خايف من ايه؟ يقول لان اباكم سر ان يعطيكم الملكوت. ويقول القديس كورولوس السكندري او القديس كورولوس الكبير زي ما بتسميه الكنيسة الجامعة، او زي ما بنسميه هنا في كنيستنا القبطية القديس كورولوس عمود الدين اللي عيد نياحته بكرة، يقول في عبارة لا تخف ايها القطيع الصغير، يقول لكل نفس بشرية وكل انسان مسيحي، يقول انت خايف ليه؟ اذا كان ربنا اداك اعظم شيء اللي هو السماء، افلا يعطيك الاشياء التافهة اللي هي الارضيات؟ اذا كان ربنا اداك اغلى حاجة عنده، اذا كان ربنا جاء واتحد بالبشرية وقال كده اخذ الذي لنا واعطانا الذي له، مش احنا بنسبحه في كل تسبحاتنا ويقول له كده؟ نقول له انت اخذت طبيعة البشرية واعطيتنا حياة ايه؟ حياة سمائية في المسيح، اعطيتنا ان نكون ابناء الله، واعطيتنا طبيعة جديدة، اعطيتنا الحياة. الحياة هي الحياة الابدية، الحياة هي ان نعرف الله معرفة حقيقية. القديس أغرغوريوس اللاهوتي يقول له كده، يقول له ايه؟ يقول له ايها الاله، في القداس الغرغوري
لما نسمعه كده في الكنيسة يقول له أيها الإله الحق من الإله الحق، أنت الذي أظهرت لنا نور إيه؟ نور الآب، أنت الذي أنعمت علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية. أنت يا رب اديتنا أعظم شيء إن احنا نعرفك، فهو ده رجائنا وثقتنا. عشان كده الكنيسة في كل وقت سواء جالها اضطهاد سواء جالها ألم، النفس البشرية، الإنسان الروحي، الإنسان المسيحي الحقيقي جاله ألم جاله تجربة، يتقبل الأمور بفرح وشكر. ليه؟ أصله عنده بعد قوي جدا اسمه بعد الرجاء، الرجاء يفتحه على الأبدية. فيقول مع القديس بولس الرسول يقول إيه؟ يقول غير نظرين إلى الأشياء التي إيه؟ التي ترى. طب نظرين إلى إيه؟ نظرين إلى الأشياء التي لا ترى، أصل التي لا ترى هي أبدية، إنما التي لا ترى ستنتهي ستنتهي. الإنسان يدع ثقته في ربنا في محبة ربنا. السيد المسيح يقول في الموعظة على الجبل تعليم جميل جدا، أول تطويبة يطوب بيها الناس الروحيين يقول كده، اللي هم اللي هينالوا ملكوت السماوات، يقول طوبى أيها المساكين لكم، أيها المساكين لأنكم إيه؟ لأن لكم ملكوت السماوات. طوبى للمساكين بالروح لأن إيه؟ لأن لهم ملكوت السماوات. طب مين هو الإنسان المسكين بالروح؟ يقولوا بعض المفسرين الإنسان المسكين بالروح هو الإنسان الذي يشعر بضعفه. يشعر بإيه؟ بضعفه. ولما يشعر بضعفه يشعر أنه محتاج إلى إيه؟ إلى الله. فلما يشعر أنه محتاج إلى الله فيلجأ إلى الله، فالله هو مريح التعابة. فلما الإنسان يلجأ لربنا يبقى هو ده رجاؤه، وضع ثقته ورجاؤه في ربنا، فيقول طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت إيه؟ لأن لهم ملكوت السماوات. في ثقة وفي رجاء بربنا، في ثقة وفي أمل إن ربنا يعول الإنسان ولا يتركه. ده يقول كده ناقشتكم على كفي، عبارات جميلة جدا مليئة بالرجاء. ده يقولوا أباء الكنيسة أن الصلاة تنقسم إلى ثلاث أقسام. إيه هما؟ يقول الصلاة الأولانية هي الطلبة أو يسموها التوسل. طب والتانية؟ يقولوا التانية هي الشكر. الله. طب القسم الثالث؟ يقول القسم الثالث هو التسبيح. الله. طب ما نبدأ بالتسبيح على طول؟ يقول لا أبدا، أنت عشان تبدأ صح تبدأ بالطلبة. إزاي الكلام ده؟ يقول أصل الطلبة تجعل الإنسان يشعر بالاحتياج فيصرخ لمين؟ يصرخ إلى الله. فالله يعمل له إيه؟ يديله، لأنه هو يعطي، يعطي الجميع بسخاء ولا إيه؟ ولا يعير. وبعدين يقول لما يأخذ الإنسان يعمل إيه؟ يشكر ربنا. وبعدين لما يشكر ربنا يتحول شكره إلى تسبيح دائم، وده قمة الصلاة. لكن الصلاة تبدأ بإيه؟ تبدأ بالاحتياج. أنا محتاج إلى الصلاة، أنا محتاج إلى كلمة ربنا، أنا محتاج إلى عمل الله في حياتي. عشان كده تبدأ بالطلبة. عشان كده السيد المسيح لما اتكلم عن الصلاة وقال إيه؟ قال اطلبوا إيه؟ تجدوا. اطلبوا، أنتوا لسه ما طلبتوش حاجة، اطلبوا تجدوا. خلي عندكم رجاء، اطلبوا تجدوا. خلاص، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح إيه؟ يفتح لكم. تعالوا نخطوها خطوة خطوة. اسألوا تعطوا. يقول السؤال هنا من الإنسان الصغير للإنسان إيه؟ الكبير. بيطلب إيه؟ بيطلب مراحم ربنا، بيحس إنه صغير وضعيف ولا يتمسك إلا في رجاء مراحم الله، فعشان كده الله يعطيه. وبعدين اطلبوا تجدوا. الطلب يحتاج إلى بحث وإلى جد وإلى اجتهاد. وبعدين اقرعوا. إنسان بيفضل يخبط على باب مراحم الله فياخدها بالتدريج. بعد ما يسأل ويطلب ويقرع مراحم باب مراحم الله
بعد كده ايه ربنا يعطيه، فلما يعطيه يشكر ربنا، ولما يشكر ربنا يسبح ربنا، وتبقى حياته كلها تسبيح. تعالوا ناخد مثال جميل جدا في الكتاب المقدس على الرجاء، مثال رائع جدا على الإيمان والرجاء وحياة التسليم، هو إبراهيم أب الآباء، اللي بيقول عنه كده، بنقول عنه في الكنيسة إن كل القديسين، لما بنقول في وشية الراقدين نقول له في كل القديسين هتيجي تتكح في حضن مين؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كان إنسان عنده إيمان وعنده رجاء. بصوا الكتاب المقدس يقول عليه إيه؟ يقول عليه معلمنا القديس بولس الرسول في رسالته الرومية، يقول على خلاف الرجاء آمن على الرجاء. على خلاف الرجاء آمن على الرجاء. أصل ربنا اداله حاجات كثيرة جدا، العقل البشري يعمل ايه؟ ما يصدقهاش. ربنا يقول له اخرج من ارضك وعشيرتك الى الارض التي اعطيك اياها. وبعدين ابراهيم يقول له حاضر يا رب، في طاعة اكتر من كده وتسليم اكتر من كده. يروح ابراهيم ياخد اسرته، ياخد حاله، ويروح الارض اللي ربنا ادهاله. وبعدين الكتاب المقدس يذكر كده في سفر التكوين، يقول وبعد ايام قليلة ايه اللي حصل؟ حدث جوع في هذه الارض، ومع ذلك ابراهيم على خلاف الرجاء امن على الرجاء. ما قالوش ليه يا رب كده؟ ازاي توديني ارض وانت عارف ان فيها جوع؟ ما تكلمش ابراهيم وما رجعش الارض اللي فيها عشيرته وماله واحواله، لكن يقول عنه الكتاب المقدس ان هو ايه؟ يقول تغرب في ارض مصر، صار غريبا في ارض مصر، على خلاف الرجاء آمن على الرجاء. ما خدش الأمور بعقله بس، ولكن خدها بالإيمان، خدها بالرجاء. يقول له ربنا، يقول له بإسحاق يدعى لك نسلا، نسلك هيكون كنجوم السماء وكرمل البحر. وإبراهيم يصدق، يقول فآمن إبراهيم فحسب له بر. وبعدين بعد شوية كده يقول له خد ابنك حبيبك وحيدك اللي بيه هيبقى ليك نسل كنجوم السماء ورمل البحر، قدمه لي محرقة بإيدك على الجبل الذي أريك إياه. يقول الكتاب المقدس فبكر إبراهيم، يعني ما استناش. شوف الإيمان، شوف الرجاء، أصله عنده إيمان ورجاء أن الله قادر أن يقيمه من الأموات. ده كان فكر إيمان الشهداء، يقول كده عذبوا ولم يقبلوا النجاة. ليه؟ أصلهم كانوا ينظرون إلى قيامة أفضل، كانوا ينظرون إلى الحياة النورانية، كانوا ينظرون إلى الحياة الأبدية، كانوا ينظرون إلى قيامة الأجساد. الشخص الروحي هو الذي يتمسك بمراحم الله، هو ده الإنسان الروحي اللي يبقى عنده ثقة قوية جدا في محبة ربنا. واحد زي داود النبي أخطأ، وبعدين جاله الرأي وقال له ربنا بيقول لك ثلاثة أنا عارض عليك، ثلاث حاجات اختار لك واحدة منهم عقاب من ربنا، لإما ثلاث سنين جوع، لإما ثلاث شهور تهرب من وجه أعدائك، لإما ثلاث أيام هيكون فيهم سيف ووباء الرب على كل الشعب. وبعدين داود يقول ايه؟ يقول للرائي، يقول له قد ضاق بي الامر جدا يا رب اعمل ايه؟ وبعدين في الاخر اصل ربنا كان حاسس بمراحم ربنا، فيقول له دعني اسقط في يد الله ولا اسقط في يد انسان، لان مراحمه ايه؟ لان مراحمه كثيرة. انسان كان واثق في مراحم ربنا. تعالوا نشوف كده ايه خطورة قطع الرجاء، وخطورة قطع الرجاء وخاصة في الحياة الروحية ده يضيع. خطورة قطع الرجاء هو اليأس، ان الانسان يفضل ييأس من حياته ولا يثق في مراحم ربنا، وبعدين يبتدي الشيطان يفصله عن ربنا وعن الكنيسة، فينظر الى الله بنظرة اخرى. وشفنا في هذه الايام الصعبة الناس اللي انكرت وجود ربنا، هو فعلا ربنا مش موجود في حياتها؟
هما لو كان ربنا موجود في حياتهم ما كانوش ابدا ينكروا وجوده. وبعدين ناس تنكر وجود عمل الكنيسة. فين الكنيسة؟ الكنيسة مش مهتمية بأولادها، الكنيسة والكنيسة. وبعدين هو كل الحكاية فقدان الرجاء يؤدي إلى اليأس، فيبتدي الإنسان يبعد عن ربنا. وبداية البعد بتبقى في البداية صغيرة، لكن الإنسان ينحرف بعيدا في النهاية، يقول وفي الآخر يقول يا خبر أبيض أنا وصلت كده إزاي؟ ازاي وصلت للحالة دي ايها البرج العالي كيف سقطت؟ أوريجانوس يقول كده على نفسه، يقول له ايها البرج العالي كيف سقطت. عندنا مثالين في منتهى الاهمية في تاريخ الكنيسة وفي الكتاب المقدس. انسان كان عنده ايه؟ كان عنده رجاء قويا، عنده رجاء قوي جدا، وانسان رجاءه كان ضعيف. واحد مسك في محبة ربنا، وانسان التاني نظر الى ربنا على انه بعيد 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 جدا. الاولاني صار واحد من اعظم القديسين. عارفين هو مين؟ هو القديس بطرس الرسول. بطرس الرسول ويهوذا مثالين واضحين جدا. الاتنين تقريبا عملوا خطية واحدة، واحد باع المسيح والتاني انكر المسيح وانكره امام جارية. ويقول الكتاب في البشائر الأربعة ان هو ابتدى يحلف ويقسم انه لا يعرف هذا الرجل، مش ما معرفوش. وبعدين في الاخر يندم ويبكى بكاء مرا، لكن كان عنده ثقة في محبة مين؟ في محبة الله، ان الله يقبل التائب. التوبة تحتاج الى رجاء. الابن الضال ايه؟ قال اقوم الان وارجع الى ابي واقول له اخطأت يا ابتاه في السماء وقدامك ولست مستحقا ان ادعى لك ابنا. انا عندي ثقة لو رجعت دلوقتي هلاقي ابويا مستنيني. يقول له كده ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا في ايه فوجد. ولما الاخ الاكبر جاء قال له انت قابلت ابنك ده ليه؟ ده ابنك اكل بذر اموالك واكل مع الزواني. فقال له كان يجب ان نفرح وايه ونصر، لان اخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. في رجاء، في رجاء في التوبة. من اقوى الاشياء التي تؤدي الى الرجاء التوبة، ان باب التوبة دائما مفتوح. المثل التالي طبعا كلكم عارفينه، هو يهوذا. يهوذا ما شافش المسيح المحب الذي يقبل التائب، فشاف الشر ايه؟ الشر عظيم وذنبه اكبر من ان يحتمل، فعمل ايه؟ يقول مضى وشنق نفسه. وصار يهوذا هو انسان مرفوض من الكنيسة ومرفوض من المسيح. اما بطرس فصار ايه؟ صار بطرس الرسول، واحد من اعمدة الكنيسة، اللي قال عنهم القديس بولس الرسول ان انا صعدت الى كنيسة الرسل وقبلت المعتبرين في الكنيسة ايه؟ اعمدة. هم مين؟ بطرس ويعقوب ويوحنا. وصار بطرس عمودا في الكنيسة. طبعا واحد من اعظم الرسل واعظم المبشرين اللي احنا بنتشفع بيهم. واحد كان عنده رجاء والتاني فقد الرجاء. في حاجة عايز اقولها في النهاية، عايز اقول ان مراحم الله لا تغلق امام البشر. باب ربنا مفتوح دايما. الله يستطيع ان يحول الشر الى خير، يستطيع ان يفتح كل الابواب. يقول عنه في سفر الرؤيا ان هو ايه؟ يفتح ولا احد ايه؟ يغلق. وبعدين يغلق ولا احد يفتح. الله هو الذي معه المفتاح. يبقى الله هو موضع ثقتنا، والله كل رجائنا، هو قيامتنا كلنا وحياتنا كلنا ورجائنا كلنا. انا بس عايز اختم بعبارة الهنة مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث. البابا شنودة الثالث في تعاليمه الكتابية والابائية والانجيلية والكنسية علمنا ثلاث حاجات مهمة جدا في كل حياتنا الروحية.
يقول ايه؟ كان يقول ربنا موجود. ربنا ايه؟ موجود. لو انا شايف ربنا في حياتي مش ممكن لا احيد يمينا ولا شمالا ولا افقد الرجاء. وبعدين يقول ايه؟ يقول كله للخير، كل الاشياء تعمل معا للخير، كل الاشياء تعمل معا لايه؟ للخير. وبعدين حتى لو الضيقه تقلت عليا قوي اقول له مسيرها تنتهي، لا احد يستطيع ان ينزع فرحي مني. يقول كده معلمنا القديس يعقوب الرسول: افرحوا يا اخوتي حينما تقعون في تجارب ايه؟ تجارب متعددة. الله دي التجارب كتيرة، بس الرجاء اللي فينا اقوى من التجربة، الرجاء الذي فينا اقوى من العالم، الذين معنا اقوى من الذين ايه؟ علينا. بس لازم نشوفهم بعين ايه؟ بعين الايمان. ما يشوفش ضيقة التجربة ولكن يشوف يد الله الحافظة. الله يد الله الحافظة القوية، يمين الله التي تسند النفس البشرية وتسند الإنسان الروحي، تسند الإنسان المسيحي وتسند الكنيسة بصفة عامة. لنا رجاء أن نكون أولاد إبراهيم، أولاد الإيمان، أولاد الرجاء. طب إبراهيم عمل إيه؟ يقول على خلاف الرجاء آمن على الرجاء، عنده إيمان. السيد المسيح يحذرنا ويحذر الكنيسة كلها أن يكون لنا رجاء ولنا إيمان قوي. فيقول كده في نهاية الأيام وفي الأيام الصعبة ندخل بقى حرب التشكيك، تشكيك في ربنا وتشكيك في وعود ربنا وحرب الإلحاد وحرب التشكيك في العقيدة وحرب التشكيك في الإيمان وحرب التشكيك في الرجاء وحرب التشكيك في ما رحم الله وعلاقته بالنفس البشرية وعلاقته بالبشر. وبعدين يقول كده: إذا جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ إذا جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ برضو بنقول كده: إذا جاء ابن الإنسان ألعله يجد رجاءه الذي وضعه فينا، إيمانه اللي سلمه للكنيسة واللي فضلت ماسكاه الكنيسة طول السنين وطول قرون 21 قرن، تسلمه جيل بعد جيل. نقول له: لا ده الكنيسة بخير، ما زالت الكنيسة تقدم قديسين وقديسات لربنا، تقدم له شهداء وقديسين. الكنيسة هي كنيسة، كنيسة قديسين وقديسات. ليه؟ أصل رأسها قدوس، أصل فيها رجاء قوي، رجاء في المسيح يسوع. هو ده اللي بيخرج قديسين، هو ده اللي بيخرج شهداء رغم الايام الصعبة ورغم ايام الاضطهادات ورغم ايام الضيقات. حتى يقول كده: لم تزل، السنكسار يقول كده: لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز في بيعة الله. وبعدين يقولوا كده: وما زال السنكسار مفتوح. عن الكنيسة كل يوم بتقدم قديسين وتقدم شهداء. شفت اخر حاجة لو احنا بنتكلم على عصر مرجرجس وعصر مريمينا وعصر بوسيفين ونقول يا سلام دول شهداء عظماء جدا، ده احنا عايشين ببركتهم، ده احنا لنا سحابة من الشهود، نقول لا واحنا كمان في هذا العصر شفنا شهداء قدموا حياتهم للمسيح لكل العالم، شهدوا بإيمان الكنيسة القبطية التي ما زالت تقدم شهداء وقديسين. ليه؟ لأن الرجاء الذي فيها هو رجاء أقوى من العالم وأقوى من كل شيء. ربنا يعطينا الإيمان القوي والحياة القوية والرجاء القوي في المسيح يسوع لنكون بحق كنيسة المسيح. شكرا لمحبتكم، كل سنة وانتم طيبين.